ونعيش في الجنة. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. بسم الله والحمد لله والصلاة والسلام على حبيبنا وأسوتنا وقدوتنا وشفيعنا رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم. أما بعد، فمرحبا بإخواني وأخواتي وأهلي وأحبابي، مرحبا بكم مرة أخرى مع يوم في الجنة. الحقيقة كل مرة بنقول بنتمنى أن ربنا يجمعنا في الجنة، وعايز أقول دايما أن ذكر الجنة بيخلصنا من أغلب مشاكل حياتنا. اللي في فقر يعلم أنه إن شاء الله سيزول كل ذلك وسينسى كل شقاء وبلاء في الجنة. اللي في مرض عارف أن المرض سيزول في الجنة. اللي مظلوم عارف أنه هياخد حقه يوم القيامة ويخش الجنة. كل مشكلة عندك في حياتك تلاقي حلها دايما في الجنة. بل أن النبي صلى الله عليه وسلم كان يعالج أعتى المشكلات بذكر الجنة. يعني على سبيل المثال، أنت واقف وداخل في الجهاد في سبيل الله، خايف ولا متردد؟ شوف النبي يقول إيه في يوم بدر: والذي نفسي بيدي لا يقاتلهم اليوم رجل منكم فيقتل صابرا محتسبا مقبلا غير مدبل إلا أدخله الله الجنة. ثم يقول: قوموا إلى جنة عرضها السماوات والأرض. وعلى طول الكل يتجرأ ويخش يجاهد في سبيل الله. لو واحد بيعق أمه أو أبوه أو يعني مش يعني شوية مقصر في حقهم، النبي صلى الله عليه وسلم يقول: الوارد أوسط أبواب الجنة. لو واحد عياذا بالله عايش ومدمن خمر ووا، فالنبي صلى الله عليه وسلم يقول: من شرب الخمر في الدنيا ثم لم يتب منها حرمها في الجنة. وهكذا كان النبي يعالج أعتى المشكلات بمجرد ذكر الجنة. وقلنا في حلقات سابقة قبل ذلك أن النبي كان يربط كل طاعة بالجنة عشان همتك تعرف في هذه الطاعة، سواء كانت صلاة أو زكاة أو صيام أو حج أو ذكر أو أي حاجة بفضل الله سبحانه وتعالى. تعالوا نشوف النهاردة كيف يكون وصف المؤمنين عند دخول الجنة. الله، سألنا حبيبنا المصطفى صلى الله عليه وسلم: إزاي هيكون وصف المؤمنين يا رسول الله وهم داخلين الجنة؟ ربنا يجعلنا وإياكم من أهل الجنة. وإحنا داخلين الجنة شكلنا هيبقى إيه؟ يوم النبي يجاوب على السؤال ده بأكثر من حديث، أختار منهم حديثين فقط. الحديث الأولاني رواه البخاري ومسلم أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: ليدخلن الجنة من أمتي 70,000 وفي رواية 700,000، خدوا بالكم، متماسكون آخذ بعضهم ببعض. يعني استخيلوا حضراتكم 70,000 مسكين في ايدين بعض، وفي الرواية الثانية 700,000 مسكين في ايدين بعض، لا يدخل أولهم حتى يدخل آخرهم، وجوههم على صورة القمر ليلة البدر. الله، ده الحديث الأولاني. الحديث الثاني رواه البخاري ومسلم أيضا أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: أول زمرة تدخل الجنة على صورة القمر ليلة البدر، ثم الذين يلونهم على أشد كوكب دري في السماء إضاءة، لا يبولون ولا يتغوطون ولا يمتخطون، خذوا بالك، أمشاطهم من الذهب ورشحهم من المسك، قلوبهم على قلب رجل واحد، لا اختلاف بينهم ولا تباغض ولا تحاسد، لكل واحد منهم زوجتان يرى مخ سوقها من وراء 70 حلة من الحسن والجمال. الله أكبر. تخيلوا حضراتكم لما يكون واحد وهو داخل الجنة كده، بس أول تحفة كده ياخدها زوجتين من حور العين، الواحدة منهم لو لبس 70 حلة فوق بعضها يرى مخ سوقها من الحسن والجمال بفضل الله سبحانه وتعالى، والقلوب على قلب رجل واحد. حديث ثالث رواه أحمد بسند صحيح أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: يدخل أهل الجنة الجنة جردا مردا مكحلون أبناء 33. أكيد لازم نترجم بس بعد ما تصلى على حبيبك صلى الله عليه وسلم. النبي بيقول يدخل أهل الجنة الجنة جردا. يعني ايه جردا؟ جردا يعني ما فيش ولا شعر موجود على جسمهم. الانسان في الدنيا ممكن يطلع له شعر في صدره في رجليه في ايديه، ما فيش ولا شعرايه، الجسد يصبح ناعم، ما فيش اي حاجه بفضل الله موجوده على جسمه. جردا مردا، مردا يعني من غير لحيه.
يصبح إنسان يوم القيامة فقط ما فيش حاجة عليه إلا شعر رأسه والحواجب، إنما شعر اللحية شعر جسمه ما فيش أي شعر موجود عليه. يحشر أهل الجنة أو يدخل أهل الجنة الجنة جردا مردا، ما فيش أي شعر على جسمهم. خد بالك بقى، مكحلون أبناء 33، ودي تحل بقى مشكلة النساء تماما. لأن النهاردة مثلا أي واحدة بتقول لك أنا نفسي ما أكبرش أبدا، وأكتر سؤال يزعج أي واحدة إنك تسألها عن سنها. ولذلك مثلا تسأل واحدة عندي كم سنة يا أخت، مثلا تقول لك عندي 20 سنة، بعد 20 سنة تسألها عندي كم سنة، تقول لك 19 وماشية في 18. ليه؟ هي مش ما نفسهاش إنها تكبر. فيوم القيامة ربنا يكرمنا جميعا يا رب في الجنة، ونحشر على سن سيدنا عيسى عليه السلام حينما رفع إلى السماء كان عنده 33 سنة وهو سن اكتمال الشباب، ونفضل على طول ثابتين على السن ده خالدين مخلدين في جنة الرحمن أبدا، لا يكبر سننا أبدا، ما فيش لا شيخوخة ولا كبر. وانتم فاكرين ان 4 نداءات اللي ذكرناهم في الحلقة اللي فاتت، ان ينادي منادي يوم القيامة يا أهل الجنة إن لكم أن تحيوا فلا تموتوا أبدا، والنداء الثاني وإن لكم أن تشبوا تفضلوا شباب فلا تهرموا أبدا، عمركم ما هتعجزوا أبدا. يبقى صورة أهل الجنة أول زمرة على صورة القمر ليلة البدر، يا رب اجعلنا منهم. واللي بعديهم على طول ما هماش وحشين برضو، ما شاء الله، على صورة أحسن كوكب دري في السماء إضاءة، لا يبولون ولا يتغوطون ولا يمتخطون. سبحان الله، ما فيش هناك لا مخاط ولا بول ولا غائط ولا اي حاجه، لان دي جنه يا جماعه. امال الاكل اللي هناكله ده يطلع ازاي؟ جشاء كجشاء المسك، عرق مسك يطلع على جسد الانسان. والانسان اصلا لما بياكل ما بياكلش عشان هو جعان، وانما ياكل ويشرب من اجل التلذذ والمتعه فقط بفضل الله سبحانه وتعالى. طب والاخلاق؟ ده احنا بنتكلم عن صوره اهل الجنه وهم داخلين الجنه من ناحيه الصوره الحسيه. طب والاخلاق؟ قال جل وعلا ونزعنا ما في صدورهم من غل إخوانا على سرر متقابلين. والله العظيم يا جماعة، كل مشاكلنا وكل مآسينا وكل الأشياء اللي تعبانة في الدنيا فعلا هتنتهي عند دخول الجنة. ولذلك لما سألوا الإمام أحمد رحمه الله رحمة وسعة قالوا متى الراحة يا إمام؟ قال والله لا راحة إلا مع أول قدم نضعها في جنة الرحمن، هناك بس تنحل كل المشاكل وما فيش عندك أي مشكلة، بل هناك النعيم الذي لا ينتهي أبدا، بل يزداد النعيم يوما بعد يوم، بل في نفس اليوم كل متعة ألذ من المتعة اللي قبلها بفضل الله سبحانه وتعالى. كم من المتع والنعيم اللي اتكلمنا عنه في الحلقة الماضية، لكن هنركز عليه شوية في الحلقة دي، اللي هو ان الانسان يا جماعة لما يخش الجنة هيبقى خالدا مخلدا فيها ابدا. طب ايه المتع في كده؟ المتع اللي في كده حبيب قلبي ان انت لو ربنا رزقك باي نعمة او اي متعة، وعرفت ان انت هتتمتع بالمتعة دي لمدة يوم او شهر او سنة او حتى 50 سنة، وبعد 50 سنة تنتهي هذه المتعة، ده في حد ذاته ينغص عليك حياتك ويجعلك لا تتمتع بهذا الشيء. يعني تخيل حضرتك واحد فقير عايش مثلا في غرفة بسيطة جدا، حضرتك خدته وعيشته في قصر وعيشته في مكان حلو زي اللي احنا قاعدين فيه ده، على 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 المية والزرع الجميل دوت، الخضرة والهواء والشمس والسماء، وبعدين بعد ما قعدته في المكان الجميل ده لمدة 2 شهر رحت واخدته ورجعته مرة تانية العشة اللي كان قاعد فيها، وأول ما قعدته في المكان ده قلت له خد بالك انت هتقعد هنا لمدة 1 شهر وترجع تاني العشة اللي كنت قاعد فيها. هل تتخيل حضرتك انه ممكن يتمتع في الفترة اللي قاعدها في القصر؟ طبعا لا يمكن. ليه؟ لأنه هو عارف انه هو هيرجع مرة تانية للبؤس والشقاء اللي كان عايش فيه. فأجمل ما في الجنة بعد لذة النظر إلى وجه الله سبحانه وتعالى، وبعد لذة الفوز برضوان الله، وبعد لذة صحبة النبي وأصحابه في الجنة، إن أنت تبقى عارف إن النعيم اللي أنت فيه دوت هتفضل خالدا مخلدا فيها أبدا. ولذلك جاءت في روايات جميلة جدا ورائعة جدا تثبت لنا إن إحنا إن شاء الله لن نخرج من الجنة أبدا، بل سنعيش فيها مخلدين فيها أبدا بفضل الله سبحانه وتعالى.
الأدلة ديت وردت في أحاديث صحيحة، حديث رواه البخاري ومسلم في قصة ذبح الموت. إيه ده؟ هو الموت هيدبح؟ أي نعم، هيجي يوم القيامة الموت على صورة كبش أملح ويذبح بين الجنة والنار. كيف سيذبح الموت بين الجنة والنار؟ ده اللي احنا هنعرفه بعد الفاصل. صلى على الحبيب صلى الله عليه وآله وسلم. قلت لكم حبيبي إن الإنسان لو هيعيش في أي مكان ويتنعم فيه ويتلذذ، لكن عارف إن اللذة دي لن تدوم، احنا كده نغصنا عليه عيشته، لأن هو هيحس إن هو النعيم ده مهما طال الوقت هو كده كده هيسيبه. وده المشكلة اللي بيلاقيها كتير من الناس اللي عايشين في الدنيا. ممكن الإنسان يكون عايش في الفقر ويغتني ويبقى مليونير أو ملياردير، واخد بالك، ويبقى برضه من جواه حاسس بشيء من التنغيص لسببين: رقم واحد خايف يفتقر، رقم اثنين حتى لو ما افتقرش يقول لك ما انا كده كده ميت. فعشان كده الحياه في الدنيا واللذه في الدنيا مهما كانت عمرها ما كانت كامله، ولو حتى كانت كامله دائما اللذه دي ستنقطع. ولكن في الجنه اللذه كامله وبتكمل اكتر واكتر وتزداد كل يوم، وفي نفس الوقت انت خالد مخلد فيها ابدا بفضل الله. قلنا ان الموت سيذبح يوم القيامه بين الجنه وبين النار، كيف ذلك؟ حديث رواه البخاري ومسلم ان الحبيب المصطفى صلى عليه صلى الله عليه وسلم قال: يؤتى بالموت يوم القيامة على صورة كبش أملح فيوضع بين الجنة والنار، ثم ينادي مناد: يا أهل الجنة هل تعرفون هذا؟ فيشرئبون وينظرون، يعني يطلعوا كده برقبتهم كده ويبصوا يقولون: أجل هذا الموت. ثم ينادي نفس المنادي: يا أهل النار هل تعرفون هذا؟ فيشرئبون وينظرون يقولون: هذا الموت. فيذبح الموت بين الجنة والنار، ثم ينادي نفس المنادي: يا أهل الجنة خلود فلا موت، ويا أهل النار خلود فلا موت. قبل الحتتين دولت أهل الجنة الأنين، وقبل الحتة ديت أهل النار شوية عندهم أمل، خد بالك. بعد ذبح الموت أهل الجنة اللهم لك الحمد خلاص الموت ذبح، يبقى احنا كده مخلدين في الجنة. أهل النار هيأسوا تماما بعد ذبح الموت، لأن كان عندهم أمل أنهم ممكن بعد ما يقضوا فترة معينة في النار يموتوا بقى ويخلصوا، لكن بعد ذبح الموت خلاص لا موت، بهم مخلدين في النار. الرواية الثانية عند البخاري ومسلم: فإذا ذبح الموت ازداد أهل الجنة فرحا إلى فرحهم، وازداد أهل النار حزنا إلى حزنهم. طب تعالوا نتخيل الموقف السابق ده بتاع ذبح الموت. تخيل حضرتك لما نادى المنادي: يا أهل الجنة هل تعرفون هذا؟ فيشرئبون وينظرون. هم قلقانين على فكرة، قلقانين ليه؟ خايفين ان هم يحرموا من النعيم اللي هم كانوا فيه. هو بينادي علينا ليه؟ هو احنا طالعين من الجنة او ان احنا لن نخلد في الجنة فكانوا قلقانين؟ واهل النار طالعين من هم بيشرئبوا وينظروا، بيقولوا لعل وعسى نخلص من العذاب والنكال والبهدلة اللي احنا فيها دي في النار، يمكن يقول لنا اطلعوا. فلما يذبح الموت خلاص يزداد أهل الجنة فرحا إلى فرحهم، ويزداد أهل النار حزنا إلى حزنهم. السؤال الثاني: وهو ممكن الموت يجسم في صورة كبش أملح حتى يذبح بين الجنة والنار؟ آه، لا عجب في ذلك. قولي لا عجب في ذلك إزاي؟ ده موت يعني حاجة كده، إيه، حاجة معنوية، ما هيش حاجة حسية، ما هيش ملك الموت، لا ده الموت نفسه. إزاي يأتي على صورة كبش أملح؟ أقول لك حاجة بسيطة: إذا كانت سورة البقرة وآل عمران يأتيان يوم القيامة كأنهما غمامتان أو غيايتان تحاجان تدافعان عن صاحبهما، وإذا كان في نفس الوقت التسبيح والتهليل لهن دوي وتسبيح حول العرش يذكرن بصاحبهم، وإذا كان العمل الصالح يأتي إلى المؤمن في القبر على صورة رجل جميل الوجه طيب الريح جميل الثياب ويجسد على صورة رجل، وده عمل، العمل الصالح، يعني أنا بأسبح بأصلي بأصوم بعمل عمل صالح، يجسد العمل ده على صورة رجل يجينا في القبر يقول أنا عملك الصالح. ونفس العمل برضو لو كان خبيث يجسد على صورة رجل قبيح الوجه قبيح الثياب منتن الرائحة، يأتي إلى المنافق أو الكافر يقول له أنا عملك الخبيث ويجيله في القبر. وإذا كان الأعمال يوم القيامة بتشكل على هيئة النور وتقسم بين الناس على قدر أعمالهم الصالحة، فمن البديهي أن يأتي الموت يوم القيامة على صورة كبش أملح فيذبح بين الجنة والنار، ولا عجب في ذلك. لكن في سؤال:
والسؤال ده بيخطر على بال ناس كتيرة وبيني وبينكم ليهم حق بصراحة. السؤال اللي هو طب ليه ربنا هيخلي أهل الجنة يخلدوا في الجنة مع إن الرجل لما أطاع ربنا في الدنيا أطاعه كم سنة يعني 30 سنة 40 سنة 50 سنة، بل منهم من لم يطع المولى عز وجل مات وهو طفل صغير ولم يكلف، يعني اتولد وبعد سنتين ثلاثة مات وهو طفل فدخل الجنة يوم القيامة وهو لم يعمل أي عمل خالص بالمرة. ومنهم من عاش مثلا 30 40 سنة طاع ربنا قد إيه، أطاع ربنا 15 سنة من سن التكليف لحد سن 30 ومات، أو أطاع ربنا من سن التكليف لحد 20 ومات، فليه يخلد في الجنة؟ طب هو لو كان أطاع ربنا مثلا 60 سنة يخش الجنة في المقابل 60 سنة، أو أقول لك الحسنة بعشر أمثلة يخش الجنة 600 سنة. طب وبرضه في المقابل ليه أهل النار يخلدوا في النار؟ هو عصى ربنا أو كفر بربنا قد إيه؟ 60 70 سنة يخش 60 70 سنة في النار يعذب ثم بعد ذلك يموت. أقول لك لأ. قول لي إيه السبب؟ أقول لك لأن المولى عز وجل، وده أجمل جواب أورده الإمام ابن القيم في كتاب حاد الأرواح، قال لأن ربنا بيتعامل مع الإنسان من نيته، من نية العبد يحاسب عليها. فالإنسان في الدنيا القلب محل النية وهو يوم القيامة محل الحساب. والنبي صلى الله عليه وسلم قال إن الله لا ينظر إلى صوركم ولا إلى أجسادكم ولا إلى أموالكم، وإنما ينظر إلى قلوبكم وأعمالكم. ولذا قال جل وعلا يوم لا ينفع مال ولا بنون إلا من أتى الله بقلب سليم. فنية العبد المؤمن يا جماعة، هو عاش كم سنة؟ 50 سنة 40 سنة 60 سنة؟ كان نيته ان ربنا لو عمره في الارض مليون او مليار سنة برضه هيفضل مؤمن بيعبد ربنا. فربنا خلده في الجنة بسبب نيته المخلدة في الايمان. والكافر اللي كفر بربنا كانت نيته انه يفضل كافر، لو عاش 100 سنة او 200 سنة او حتى مليار سنة هو كان نيته يفضل كافر بربنا على طول. فعشان كده ربنا خلده في النار خالدا مخلدا فيها ابدا، لان نيته ان كان يكفر بالله ابدا. والله عز وجل لا يظلم الناس شيئا ولكن الناس انفسهم يظلمون. طيب برضو في سؤال تاني غريب جدا، وسؤال في منتهى الروعة برضو. المولى عز وجل قال وأما الذين سعدوا ففي الجنة، خد بالك، خالدين فيها ما دامت السماوات والأرض. في بعدها جملتين، الجملتين دول ظاهرهم التناقض، لكن هم ما فيش تناقض، بس اسمع بس. وأما الذين سعدوا ففي الجنة خالدين فيها ما دامت السماوات والأرض إلا ما شاء ربك عطاء غير مجذوذ، يعني غير مقطوع. طب لما هو عطاء غير مقطوع يعني خالدا مخلدا فيها أبدا، ليه ربنا قال قبلها إلا ما شاء ربك؟ ما دي حتة تخض برضه. إلا ما شاء ربك يعني ممكن أخلد ولا لا؟ لا ستخلد. أمال ليه ربنا قال إلا ما شاء ربك؟ قال لك العلماء، قال لك هو المقصود بكلمة إلا ما شاء ربك يعني إن ربنا سيخلد المؤمن في الجنة خالدا مخلدا فيها أبدا إلا فترة معينة، هي دي الفترة اللي مش هيكون موجود فيها في الجنة، اللي هي إيه؟ بعض العلماء قالوا هي الفترة اللي عاشها في الدنيا، ما هي ديت، ما هو ربنا خلاص قدر ان العبد ده في الجنة، بس الفترة اللي في الدنيا ديت هيعيشها في الدنيا ثم بعد ذلك لما يجي يوم القيامة يخش الجنة. وبعضهم قال هي الفترة اللي يكون فيها في القبر، وبعضهم قال هي الفترة اللي يكون فيها في أرض المحشر، وبعضهم قال لا دي الفترة اللي هيكون فيها عصاة الموحدين في النار يعذبوا ثم يخرجوا بعد ذلك من النار ويدخلوا الجنة. وقد جمع الحافظ ابن حجر كل هذه الأقوال وقال ولا تضارب في ذلك، ويمكن يمكن الجمع بأن الله قدر بأن العبد المؤمن سيكون خالدا مخلدا في الجنة أبدا لا يخرج منها أبدا إلا فترات محددة اللي هي سبقت دخول الجنة، اللي هي فترة وجوده في الدنيا وفي القبر وفي أرض المحشر وعلى الصراط، ثم بعد ذلك إذا دخل الجنة يصبح خالدا مخلدا فيها أبدا ولا يخرج من الجنة بفضل الله سبحانه وتعالى. شفت قد ايه نعمة كبيرة لما تعيش مخلد في الجنة، خلودك في الجنة ما يسويش ان انت تضحي
بالمعاصي اللي انت ممكن تكون واقع فيها واكون انا واقع فيها ونكون كلنا ومحدش فينا معصوم. يبقى واجب علينا يا مسلمين ان احنا نتوب، لان ربنا ما كتبش التوبه على المسلمين بس وعلى المؤمنين. قال جل وعلا: وتوبوا الى الله جميعا ايها المؤمنون لعلكم تفلحون. بل ان سيد ولد ادم صلى الله عليه وسلم الذي غفر له ما تقدم من ذنبه وما تاخر كان يتوب في اليوم والليله اكثر من 70 مره دي روايه البخاري، و100 مره دي روايه مسلم. عايزين نتوب، عايزين نطاع ربنا، وعايزين نتوعد من دلوقتي نفتح صفحه جديده مع المولى عز وجل املاها طاعه عشان ربنا يجمعنا في احلى يوم في الجنه. سبحانك اللهم وبحمدك، اشهد ان لا اله الا انت، استغفرك واتوب اليك. وصلى الله على نبينا محمد وعلى اله وصحبه وسلم. احبكم في الله، والسلام عليكم ورحمه الله وبركاته.